شيف حسين مع رشيد ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. لكن بأول فقرة حضرنا كيك التمر التوفي اللي صار بالفرن على حرارة 180. أما هلأ أنا وياكم رح ننتقل لنحضر الكريسبي الدجاج بعد ما كنا محضرين الكيك. الكيك لكن مشاهدينا بالفرن على حرارة 180. أما هلأ بدنا نحضر الكريسبي الدجاج. بالنسبة للكريسبي الدجاج أو حي نوع أو حي نوع من أنواع الكريسبي، بدنا نحن لقلون طحين، ما بدنا رقائق الذرة. تستعملوا طحين مع الكورن فليكس مع النشا، فينا نحن نخلطهم مع بعض، بالإضافة طبعا للعقد الصفرة بناخد لون وبناخد نكهة كتير طيبة. رح حضر الطحينات أنا وياكم بآخر فقرة من فقرات رشة ملح. أما هلأ رح نحضر الدجاج، نتبل الدجاج بالبهارات الكريسبي. لكن مشاهدينا الكريسبي اللي رح نحضرها اليوم لا فيها بيض ولا فيها رقائق الذرة، فيها بهارات وفيها طحين. أول شيء عندي صدورة الدجاج مسحبة، لكن رح نبلش أنا وياكم بتحضير الكريسبي. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة، لكن مثل ما خبرتكم صدورة الدجاج مسحبة بدون جلدة بدون عظم، منقطعها بهالشكل هيدا مثل ما عم بتشوفوا كيف عم بقطع أنا بهالشكل. لكن الكريسبي الدجاج عندي صدورة الدجاج مسحبة بدون جلدة بدون عظم. ناخد الفيليه، الفيليه كتير طيبة مع الكريسبي مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نقطع بهالشكل هيدا. رح كرر العملية. عندي بهارات كريسبي أنا جاهزة، واللي بحب يحضر البهارات الكريسبي فيني أنا قلكن كيف فيكن تحضروا أو كيف فيكن تخلطوا البهارات الكريسبي عنكن بالبيت. البهارات الكريسبي كتير سهلة، بدها توم بودرة، بدنا فلفل أبيض، بدنا كمان قليل من الكاري، بدنا أيضا من الفلفل الأسود، بدنا كمان من المرق البودرة كمان، وكمان بدنا مشاهدينا من الملح الصيني وبصل بودرة، بناخد نكهة كتير طيبة. لكن هول هني لصدورة الدجاج. رح اجي انا اخد البهارات الكريسبي، عندي بهارات كريسبي مشكلة، ضفت البهارات الكريسبي بالاضافة لرشة ملح، وهون مثل ما عم بتشوفوا رح ضيف لقلن المي. لكن هيدي هي البهار، هيدي هي الكريسبي الدجاج كيف منحضرها. هيدي هي الطريقة المزبوطة وايضا مشاهدينا الطريقة الصحيحة. لكن برجع بذكر كل المشاهدين بالنسبة للبهارات الكريسبي، هن عبارة عن توم بودرة، بصل بودرة، زنجبيل أيضا بودرة، كمان عقدة صفرة أو كاري منحط قليل بس لحتى ناخد لون، بالإضافة للفلفل الأبيض، فلفل أسود كمان، وكمان مشاهدينا منحط من المرق البودرة، ناخد نكهة كتير طيبة. مثل ما شفتوا انا تبلتهم، انا نقعتهم هون، يستحسن نتركهم من يوم لتاني يوم لحتى يتشربوا هالتبلة او يتشربوا هالنقعة الشهية، ونحطهم بالبراد لتاني يوم. بعد ما انقعهم رح حضر خليط. هو الخليط عبارة عن طحين، لكن مشاهدينا في عندي من الطحين، خلينا انا وياكم نحضر كمان خليط الطحين بالاضافة لقليل من البهارات الكريسبي كمان، وكمان رح نحط من العقدة الصفرة. العقدة الصفرة بيعطي لون حلو، بالإضافة كمان مشاهدينا رح نضيف نشا الذرة. لكن ضفنا نشا، نخلط هيدا الخليط كله، هيدا خليط الطحين لحتى نلت فيهن الكريسبي. كيف رح نلتهم؟ طبعا رح أعرفكن على الطريقة بآخر فقرة أو آخر فقرتين من فقرات رشة ملح. أنا رح أخبركم بالتفصيل كيف رح نحضر الكريسبي، رح أحضر الزيتات، رح أحضر الملفوف، كمان رح نحضر سلطة الملفوف مع الكريسبي. سلطة الملفوف أيضا وأيضا مشاهدينا في إلها طريقة، هي عبارة عن زيت نباتي، عن خل، عن سكر، بالإضافة للملح، للفلفل الأبيض، وأيضا وأيضا بنحط معها بصل وجزر. إحنا بالعادة بنعرفها إنه هي عبارة عن مايونيز، جزر وايضا ملفوف. لا هيدا غلط،
نحن منفرم الملفوف ملفوف ناعم ومنضيف له المكونات اللي خبرتكن عنها، الخل، الزيت، السكر، بالإضافة طبعا للبصل، كلهم هول بنخلطهم مع بعض مع الجزر، بيصير عندي سلطة الملفوف أو سلطة الكولسلو اللي بتتقدم مع الكريسبي أو تشيكن كريسبي. هون فينا نحن نعمل تشيكن كريسبي بالسمك، سوري، فينا نعمل كريسبي بالسمك، فينا نعمل كريسبي باللحمة، فينا نعمل كريسبي بالقريدس، ما عندنا أي مشكلة. المهم الطريقة، المهم التبلة، وأيضا المهم الخليط. مثل ما شفتوا بس حطيت طحين وحطيت نشا، ما حطيت بيض ولا حطيت حليب ولا حطيت ركائق الذرة ولا حطيت أي شيء تاني، هول هن نحن اللي حضرناهم. طيب هيدي بالنسبة للكريسبي، رح نتبلها ونتركها بتبلتها لآخر فقرتين من فقرات رشة ملح. أما أنا بهالوقت بدي أرجع أذكر كل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا أنه نحن نهار التنين رح نبلش ضمن فقرات رشة ملح وبعالم الصباح رح نحضر الكشك اللبناني. اللي بحب يتابعنا من نهار التنين بلكن نهار الأحد، حضروا البرغل الأبيض الخشن، غسلوا البرغل ونشفوا البرغل، حضروه لنهار التنين أنا وياكم نبلش نحضر الكشك. لكن مشاهدينا هول هني وصفاتنا، رح خبركم بعد شوي بالتفصيل عن باقي الوصفات. خلينا نتوقف نحن وياكم مع بريك قصير وبنرجع سوا.